والعراق ضحية لمؤامرات طبقة فاسدة لعينة دينها الكفر وعقيدتها العهر وشعارها الفساد وتفكيرها العيش على سرقات وحقوق الناس. لقد ابتلي هذا البلد بمجموعة من الأشرار والفاسدين والسراق، لم يبتلي بها بلد منذ خلق الخليقة. عندما تجامل الفاسد والسارق وتصفق له في الاحتفالات وفي المناسبات وترفع له الرايات وتلقون له القصائد والأهازيج وتستقبلونه في دواوينكم وفي مضايفكم، فإن هذا وهذه هي الشراكة في الفساد. وأنا أستغرب من شيوخنا ومن عشائرنا ومن مضائفنا الأبية، كيف لسارق محتال متآمر فاسد يسرق قوت عشيرتك ويسرق قوت أبنائك وترحب به وتستقبله في مضيفتك ويشرب قهوتك؟ عجيب أن ترفع رايات العشائر للفاسدين والمتآمرين والمتخاذلين.